شكراً السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم. لا يخفى عليكم اليوم أهمية ربط جهات المملكة بالطرق السيار في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية لبلادنا، إذ تلعب دوراً حيوياً في إعداد التراب الوطني ودعم الاستثمارات وتقوية خطوط التجارة الداخلية وكذا فك العزلة عن العالم القروي. أهمية فرضت هذه الرهانات الاقتصادية التي تحتم توفير بنية تحتية مهمة من خلال إنشاء وتعزيز الشبكة الوطنية من الطرق السيار لتلبية التزايد المتسارع في وتيرة الرواج الاقتصادي. لكن السيد الوزير، نجد للأسف أن بعض المناطق لا تجد مجالا ضمن هذه الرهانات، ونحن نناقش هذه المسألة أستحضر جهة درعة فيلالت التي نجدها معزولة عن عالمها الخارجي بسبب تيزين تلغمت وتيزين تشكا وغياب طريق سريع أو طريق سيار عن الجهة التي تعرف مؤهلات سياحية كبيرة. السيد الوزير، درعة فيلالت تستغيث ولسان حال أهلها يقول: سياحتنا تعاني، فلاحتنا، مشاريعنا، تجارتنا، مشاريعنا تعاني. أبناء الجهة اللي خدامين في المدن الكبرى كيبغيو يمشيو يزوروا عائلات ديالهم، وبمجرد كيتفكروا حالة الطريق كيدير بنقص، والمعاناة كتزيد في الأعياد والعطل. هذا الشيء غير قابل لتأجيل. السيد الوزير، بغينا جواب واضح وجدولة زمنية واضحة لإنصاف هذه الجهة هذه. فرغم التهميش والعزلة، فإن جهة درعة فيلالت تتصدر الجهات في السياحة، يعني كون كنوصل الطريق السيار والسياح ما لقاوش صعوبه باش يوصلوا عندنا وما يديروش هذيك بنقص، غيكونوا ارقام كبيره والجهه غادي تزدهر والشباب غيتحركوا وما غاديش يفكروا في الهجره كاع، والمستثمرين غيتوفدوا بكثره. وزيد السيد الوزير، راعب وعار تكون عندك ورزازات هوليود افريقيا اللي تمثلوا فيها افلام عالميه، وتكون عندك مرزوقه بالرمال الذهبيه وما توصلهاش حتى كيلومتر واحد من طريق السيار. رعيب السيد الوزير. ومن فوق هذا الشيء راه جهه درعة فيلالت هي مهد الدوله العلويه الشريفه. وشكرا.